اكتمال مشاهدينا الكرام لهذه الجياد والافراس. لحظات الاخيره فتحت البوابات لانطلاق المنافسه في هذا الشوط مشاهدينا الكرام بين الجياد والافراس المنتجه محليا تتنافس بمختلف درجاتها على جائزه شايع بن شداد السهلي يرحمه الله احد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. الانطلاقه تبدا ثنائيه ما بين جرسام ابن الحراق من الداخل ومن الخارج لطف في المركز الثاني ابن سوفنر كابي والتحاذي ما بين هذان الاسمان مشاهدينا الكرام فيما ابن مهيد يترقب في المركز الرابع مع هذه الانطلاقه وايضا مع عايزه التي تحاول التقدم من الداخل ومحاولات من قداح والاخر للتقدم ثنائي في خط المقدمة يتراجع الآن ويتقدم جرسام في المركز الأول لطف من الخارج يتقدم للمركز الأول قداح والآخر من الخارج محاول التقدم وتحسين موقعه مع هذه الأمتار والتجاوز علامة 600 متر مشاهدين الكرام قداح بن ناشف يتقدم بكل قوة للمركز الأول عايزة من الداخل هي الأخرى تستلم القيادة تستلم قيادة هذا الشوط وتقود الجياد والأفراس المنتجة محليا بمختلف درجاتها عايزة ومن الداخل ليحاول قداح أن يغير المسار إلى المسار الداخلي فيما عايزة ابنة التسق تتقدم بكل قوة وبخطى واثقة ما شاء الله تبارك الله للمركز الأول بقيادة يوسف الحصين عايزة إذن ابنة التسق ابنة داينيفر تتمكن من تسجيل الانتصار السادس في سجلها السباقي 1000